إذا نص هالبيت ملكك فالنص التاني ملكي، ما رح خليك طالع على نيدي برات هالبيت، مفهوم؟ مو معقولة. لو سمحت لازم يكون في شي حل، لازم نعمل مراسم بهالبيت لحتى نلاقي حل. امتى نعمل المراسم؟ لازم بأسرع وقت، لأنه مثل ما قلتلك هو كتير عنيد بهالفترة، وراح تكون فترة كتير خطيرة عليه إذا بقيت تصرفاته هيك. رجاءً خلينا نلاقي حل بسرعة. نعمل المراسم بكرة منيح؟ لا تأكل هم أي شيء، رح نعمل كل الترتيبات. بس كتير مهم إنه تشارك هاي المراسم مرته للشاب أنجانا؟ نعم. قولي لنيدي وسهيل إنه يجوا بكرة على البيت، إيه؟ إيه؟ لكن اسم مرته لسهيل هو نيدي؟ إيه صح. سهيل لازم يكون مبسوط إنه عنده مرة مثل نيدي، لأنه مرة سمعت إنه هي عم تحميه دائماً من المشاكل، وإنه نجح بحل كتير قصص بسببها، وبرأيي رح يضل يعمل هيك حتى بالمستقبل. كنت عارفانة إنه نيدي هي الشريكة المثالية والأحسن لسهيل. فرق العمر بيناته مو مشكلة صح؟ أنت شو عم تحكي وشو قصدك باللي قلته؟ عم قول اللي سمعته عن سهيل إنه هو دائماً بيقول إنه مرته أكبر منه وإنه الحب ما بيعرف عمر. ليكو إذا بتشارك معنا فرح يكون منيح وشي إيجابي لسهيل. ما في بحياته لسهيل غير مرة وحدة بس، وهي مرته نيدهي، وهي بنفس عمر سهيل. لكن مدام أنا أعطيتك رأيي قبل شوي والشي بيرجع لك إذا بدك تنفسي. ركز على شغلك منيح ورح نعطيك مصاري قد ما بدك. أنا اللي بعرف مين لازم يشاركنا ويجي مع سهيل.